غريبة الحكم المساعد من أين جاء هذا الحكم المساعد؟ غريبة هذا الذي يقرره الحكم المساعد هنا، غريب هذا الذي يقرره الحكم المساعد هنا. هل لديك أربعة عيون حتى تشاهد لقطة مثل هذه وتعلن عن ضرب الجزاء؟ غريبة الكرة، غريبة الكرة في أفريقيا. ولكن لا، من دون بطاقات، من فضلكم، من دون نرفز على الحكم، لأنه إذا قرر قرر، إذا قرر قرر، فلا مجال للاحتجاج ولا مجال للكلام، لا مجال للكلام مع حكم المباراة. آي 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 آي. قلت لكم في رمشة عين قادر يحدث أي شيء في هذه المباراة. رمشة عين، ارفع الراية الحكم المساعد. شوف التسديد، أين هي يده؟ يده خلاها وراء، خلاها وراء ظهره، يديه وراء ظهره، الكرة ضربت في وجهه أو في صدره. أبدا ليس هناك ضربة جزاء، أبدا 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 ليس هناك ضربة جزاء سيد الحكم. لماذا سيد الحكم قد تحرم منتخب من تحقيق طموحه بسبب خطأ بهذا الشكل، خطأ فادح من حكم المباراة؟ آه يا رئيس الملحي لو تفعلها، آه يا رئيس الملحي لو تفعلها وتكذب حكم المباراة المساعد من هناك، آه يا رئيس الملحي لو تفعلها مجددا. أعرف بأن الذي سينفذ ضربة الجزاء سيتحمل مسؤولية كبيرة هنا في بوركينا فاسو. أعرف بأن الذي سينفذ ضربة الجزاء سيخاف منك يا رئيس ملحي. أعطونا صورة رئيس ملحي نشوف في وجهه لكي أقول ما أريد أن أقوله. رئيس ملحي الآن يطلب من زملائه العودة. خلاص الحكم صفر، خلاص يا سفيان الحكم صفر، أرجع إلى مكانك، قضي الأمر. ضربة الجزاء يحتسبها خيالية، حتى أنها لا أعتقد أنها داخل منطقة العملية، ربما خارج منطقة العملية. ومع ذلك يدا اللاعب بالكلام كانت خلف ظهره. بيترويبا إذا ينفذ المهمة صعبة لك يا رئيس، بيترويبا إذا ينفذ المهمة صعبة لك بالنسبة يا رئيس ينبولحي، صعبة جدا. ضربة الجزاء خيالية لهذا الحكم الزومبي الذي صفرها في وقت كنا نقول بأنه دايما بونكي سينفذ، دايما بونكي مصر. ورئيس ينبولحي يجب أن تصر، ينبولحي روح في المكان اللي سدد في المرة الأولى، ينبولحي في المكان اللي سدد في المرة الأولى، بونكي ستصدها ينبولحي، ستصدها لو يسددها في الجهة اليسرى من هناك ينبولحي، بونكي ضع 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 كاد يصدها رئيس ملحي، صدها ولكنها كانت قوية ودخلت، صدها ولكن لا 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 يا رئيس، لا يا رئيس، لا لا لا، مرجوك من فضلك، ليس هناك أي داعي لتصرفات مثل هذه يا رئيس ملحي. خليه أريستيد بونكي يسجل الهدف الثالث لمنتخب بوركينا فاسو. نتيجة ليست 3-0 وليست 3-1 بل هي 3-2، نتيجة رائعة كذلك بالنسبة للمنتخب الجزائري. مباراة كبيرة ومباراة رائعة، هدفان مقابل هدفان كانت النتيجة، صارت 3-2. هذه الكرة المنتخب الجزائري في أداء لم يخيب، المنتخب الجزائري أبان عن قدرات وإمكانيات كبيرة. لا لا لا، من دون احتكاك، من فضلكم من دون احتكاك، الحكم صفر ضربة جزاء وسجل الهدف الثالث، لماذا الاحتكاك؟ بونكي هنا يسدد بقوة، أي ضربة في يده، نشوف القوة ضربة الجزاء لما تكون مسددة، حتى لو يروح مع الحارس تضرب في يده جدا. أتمنى فقط أنه لا يوزع بطاقات صفراء أخرى الحكم جاني سيكاسمي. كنا في الشوط الأول بأن ضربة الجزاء الأولى البوركينابية كانت صحيحة، نعم كنا بأن الخطأ الذي ارتكب على فبولي لم يكن صحيحا، نعم ولم تكن هناك ضربة جزاء. أما هنا ضربة الجزاء خيالية سيد الحكم، خيالية شاهدتها فقط